كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر، يعني لزم إخراج التمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه صاحب اتباع ودقة في السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من شدة متابعته رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في منازله التي نزل فيها لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مر بمكان قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته نزل ابن عمر وقضى حاجته من شدة اتباعه رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعض من خف دينه وقل عقله من المعاصرين ويطعن في ابن عمر ويتكلم فيه وهو شيخ الإسلام أفتى في الإسلام 60 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونقل لنا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل.